نعم، التدابير التي اتخذت منذ صباح اليوم بوضع حواجز ترابية وصخرية على ارتفاع متر ونصف متر حتى لا هناك صعود في وارتفاع في أمواج البحر هنا على شاطئ كلباء الذي نتواجد فيه، وهو على امتداد 9 كيلومترات. الجهات المعنية المتمثلة في بلدية كلباء أخذت كل التدابير الاحترازية، وهناك سيارات مهيئة في حال حدوث أي نوع من أنواع ارتفاع الأمواج ودخولها إلى الشاطئ، وبالتالي السيارات هنا مستعدة وجميع الفرق هنا مستعدة لإجراء أي نوع من أنواع التدابير الاحترازية والتصدي لأي تأثيرات ربما تكون لإعصار شاهين على ساحل الشرقي في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا لمراسلنا من مدينة كلباء درويش الطويل.